اليوم احنا نريد نعرف شنو حكايات قيصر بساحة التحرير. والله حكاياتنا هي احنا مسعفين هناك بالتكتك ننقل الجرحى والمصابين، وبعد هو هذا الشيء احنا يعني طلعنا. يعني انت من اول يوم بدأت الثورة يوم 25 اكتوبر لليوم بعدك تستخدم هذه العربة الصغيرة التكتك؟ بعدنا الى بعدك لحد الان. مضبوط. زين. المظاهرات اللي صارت، الأحداث اللي صارت داخل ساحة التحرير أثرت على قيصر؟ إجا يوم من الأيام وقلت يلا خلاص أني بعد هنا خلي أتوقف؟ لا مستحيل، بس هي هواي أثرت بنا شغلات. يعني انضربنا بالتكتيك وتذبينا. شلون انضربتوا يعني؟ انضربنا، ضربونا بالدخانيات، طبنا عينا للتكتيك وضربنا التكتيك مالاتنا. أي بس ما حاولنا يعني نرجع، حبينا نبقى هناك. ليش؟ والله هي حالنا حال اخواتنا المتظاهرين، ما نحب نرجع. يعني قيصر انت اللي شاهد الاعلام ويتابع التلفزيون ويجاري الاحداث، يشوف كثير من الناس اللي شاركوا بهاي الساحه، ويشوف تحديدا الناس اللي خلينا نقول اللي يحاولون يقدمون ابسط شيعتهم. مضبوط. ما ثنت عزيمتهم انه سقوط الشهداء الرحمه والخلود لارواحهم الطاهره. يعني هذه العزيمه وهذا حب الوطن اللي بيكم يخليكم دائما تستمروا. اكيد اكيد اكيد. واتمنى يعني هسه وبعد انا بالتحرير يعني ما جاي نرجع. اذا اريد استرجع انا وياك شويه نسولف على القصص اللي تاثر بيها قيصر، يعني باليوم الواحد كثير قصص تصير. كيف وانت من يوم 25 لليوم بساحة التحرير. شنو القصص، اكثر شيء القصص اللي اثرت بيك على المستوى الشخصي؟ والله هواي قصص قلت لك. انا يعني ابسط قصه يعني اشوفين الشباب يعني تعبانه وهذا قاعد على الرصيف وهذا يعني المتاذب مضروب، وانا ويانا حتى عالم يعني شباب يعني جرحى وقاعد بالتحرير حاله حال الناس. هو مجروح يعني هاي السالفه. اي هو مجروح، احنا نوديه من سعفه للمستشفى يداوون جرحه ويكمل يرجع نفس المكان يقعد حاله من حاله. يعني هو الشيء اللي يخليك ما ترجعين للبيت، تبقى قاعد وياه. الاشياء اللي تحتاجوها انتم يعني العربتكم مثلا، الفلوس منين تجيبوها؟ هي اذا تعتبر اني اللي اعرفها هذه العربه مصدر رزق لكثير من الناس. صحيح. اذا انت جايب هالمصدر الوحيد عندك وقاعد رزق لالي، شلون انت يعني شلون تقاوم بقائك هنا؟ احنا مو يعني اول ما بدات المظاهرات 11 كانت عندنا فلوس يعني، وعندنا الفلوس ما صرف لهنا ورحنا المظاهرات مده اسبوع تقريبا، فخلصنا الفلوس يعني الضامين كنا. ورا الاسبوع قلنا نطلع الصبح تقريبا يعني بالسبعه وبالثمانيه لحد 12 هذا مصرف للبيت. تمام. وراها بالتحرير نخلصها من هاي الليل، ما حد يقول وين رايح، بقينا هاللهجه لحد الان.